كيف نتصرف مع دوار الحركة أو اللي يسموا فيها الموشن سيكنس؟ باش نعرفوا شنو هو دوار الحركة، باش نعرفوا كيف نتصرف معاه، لازم عندنا كم حاجة نعرفوها. شنو هو دوار الحركة أصلا أو الموشن سيكنس، وشني أسبابه، وشني الأعراض اللي يعاني منها الشخص. أول شيء نبي نعرفه شنو هو دوار الحركة. طبعا كيف ما قال الدكتورة آية، اللي هو الشخص اللي قد يحس بزعام كبد، يبي يرجع، دوخة، يفقد التركيز، وهو قاعد في السيارة أو مسافر بالطيارة أو قاعد في البحر بسفينة أو قارب. الشعور هذا هو اسمه الموشن سيكنس أو دوار الحركة. طبعا مزعج جدا للناس اللي تعيش فيه كيف ما قلت عليه دكتورة آية. نبي نعرف شنو أسبابه. الطبيعي الجسم الإنسان الدماغ متاعه يستقبل في رسائل، وفي في رسائل معينة جنة من أجسام مختصة بالإحساس بالحركة، زي شني؟ زي العين، النظر، وزي أخرى الأذن الداخلية. العين والأذن الداخلية تعطي في إشارات للدماغ بأن هو حاليا قاعد في حالة حركة أو في حالة سكون. اللي بعدها عندنا الحاجة الثانية اللي هي شني؟ اللي هي المستقبلات الحسية اللي عندنا نحن في جسمنا، في عضلاتنا وفي مفاصلنا، تعطي إحساس للدماغ بأنك أنت قاعد في حالة ثبات أو قاعد لامس الأرض. فشين يصير في دوار الحركة؟ اللي يصير بالضبط أنه طبعاً هم 30% من البشر، 30% من الناس يصير لهم حاجة، اللي هي أن دماغهم يستقبل إشارات متضاربة من الأجسام الحسية. زي شني؟ زي مثلا قاعد في السيارة، قاعد في السيارة الشخص ويحق في شجر يتحرك. العين تعطيك شني؟ تعطيك شعور بأنك تتحرك. الأذن تحس وأنت تبرب، طبعا عندنا ليبيا ما شاء الله المطبات واجد، مع كل مطب تحس الحركة في الأذن الداخلية بأن في حركة في جسم يتحرك. لكن في نفس الوقت المستقبلات الحسية اللي عندك اللي في جسمك ومفاصلك تعطي فيك شعور أنك أنت قاعد مش ساكن، مش تتحركش. معناها هنا الجزء يقول لك تحرك، الجزء الثاني يقول لك ما تحركش. الدماغ رد فعل متاعه عشان حيكون حيبدأ يعطي في الأعراض اللي نحكوا عليهن، أعراض دوار الحركة. تبدأ بعرق مسقع يحس بها، تبدأ المعدة متاعه تلعب، يحس بزعام كبد، بعدها ممكن يرجع ويفقد التركيز بالمجمل. تو بنديروا واحد حاجة اللي بنعرفوا شنو تدير وشنو ما تديرش باش تفتك من قصة دوار الحركة. أول حاجة نبدو فيها هي شنو تدير. عندك ممكن تاخذ مضاد الهستامين، بس النوع اللي هو يسبب النعاس. لو خليت النوع الثاني اللي هو ما يسببش النعاس مش حيدير لك اي حل. مضاد الهستامين ممكن تاخذه بسهوله من اي صيدليه بدون وصفه طبيه. عندنا الحاجه الثانيه اللي هو السكوبولامين. السكوبولامين هو عباره عن لصقه تحطها وراء اذنك قبل الرحله باربع ساعات، وتخليها مستمره معاك 3 ايام بعد الرحله. السكوبولامين اللصقه متاعها في منها حبوب، وميزة أنه هو مفعولة كويس بكل، بس المشكلة متاع أنك لازم تأخذه بوصفة طبية. عندنا غير هيك، عندنا لو أنت تبي تأخذ طيارة وتبي تسافر بالطيارة من بلاد لبلاد ومن مدينة لمدينة، تطلب من اللي حجز لك التذكرة أنه يخلي لك الكرسي متاعك عند الروشن، أو يكون عند جناح الطيارة. لو مسافر بالباخرة تطلب تأخذ الكابينة متاعك أنه هي تكون في منتصف أو في المقدمة، وعلى مستوى البحر. لو كنت مسافر بالقطار، وطبعا قطارات نحن ما عندناش في بلادنا، العالم كله فيه إلا نحن، بالقطار تطلب تحاول تأخذ الكرسي متاعك قدام، ويكون وتكون مقعمس فيه، مش بالطريقة العكسية، مش عاطي ظهرك عكسي ووجهك عكس حركة القطار. عندك لو مسافر بالسيارة يفضل انك تسوق انت، ولو ما تعرفش تسوق او السياره من سيارتك قاعمز قدام. لو مشكي وقاعد لاورة حاول تدير حاجه انك انت تفتح الروشه متاع السياره وتنفس الهواء وتقعد تحاول تكون مسترخي وريلاكس. عندنا غير هذا كله في حاجه مفعولها سحر جدا حوري الكم، اللي هي زنجبيل. يباعن في الصيدليات وفي مكانات اخرى غير الصيدليه. حبوب الزنجبيل حبه فيها 1 جرام، مفعول متاعها تصوروا أنه هو أقوى مرتين وأحسن مرتين من الأدوية اللي ممكن تشريها من الصيدلية. غير هيك في شنو تدير الزنجبيل هذا كيف يتاخد حاسم؟ يعني قبل الرحلة، تأخذ ولا في الرحلة أو قبل الرحلة؟ أوكي. وفي منه حبوب، وفي منه أو تأخذه كمشروب زي الشاهي يعني.
هذا مثبت علميا. المساعد في الزنجبيل حاجه نتاعه انه هو يمنع التلبك اللي يصير في المعده. عندنا غير هيك تشرب ميه واجد قبل الرحله والتفادى قبل السفر المشروبات الاكلات الدهنيه او الاكلات الحاره. تو نجو شنو ما تديرش؟ شنو ما تديرش؟ فوت تمسك موبايلك وتقرا في السياره كتاب او تتفرج على افلام في الطياره، فوتها لان هذه حتزيد من سوء الحاله نتاعك. غيرها وانت في السياره ما تحاولش تبحث من روشن وتشوف الشجر هو يتحرك ولا تشوف عجل السياره اللي جنبك هو يبرم، هذا حي يزيد من قصه دوار الحركه او الموشن سيكنس. الوجبات الدسمه تفوتن قبل الرحله، وجبات الحاره. واخر حاجه لو انت تحب الملاهي وتحب اللعب ممكن تمشي للملاهي بس تتفادى الافعوانيات واللعب اللي فيه ابسايد داون فوق اللوت.